السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين تصريحات رفيق صيفي، يعني هل ستؤثر إصابة يعني رايان أي تنوري على المنتخب الجزائري. أنا شوف اللي راه عندنا ليفيكتيف، عندنا ذاك حجام، عندنا كاين ليفيكتيف، كاين ليفيكتيف، كاين لعابة، كاين ما الى احنا ماذا بينا يكون يعني لعاب مليح، ماذا بينا يكون بالصح الى مكاشي وربي ما كتبش، ربي ما كتبش. كاين لعابه، راه كاينين عندنا لعابه، عندنا في المنصب تاعو كاين لعابه، على بالك كاين منتخبات اللي راهم يتباكاو على الي اريير غوش، على بالك يتباكاو عليه، على بالك باللي قليله. حنا تشوف انت عندك ثلاثه، عندك كاين ثاني، كاين منتخبات على اريال دروا ثاني كتبهم يتباكاو، عندك زوج ثلاثه يعني جيل، كاين جيل هذا اللي جا يعني كاين لعابه. هذا المدرب كيما نقولوا حنا المدرب المشرف على المنتخب الوطني الجزائري وين محظوظ، مش انا هدرت هضروا الناس كبار، محظوظ بهذا الجيل، على بالك محظوظ. صعب لعابه، كاين لعابه ماغري كانوا يتهربوا منهم، شي باغي يجيبوهم منا، وكان عندهم كانوا ناس كان عندهم مشروع، ناس وحدة اخرين كان عندهم مشروع. بصح عدم التأهل كاس العالم كشف كلش، هذه اللي نقولوها ونعاودوا، عدم التأهل كاس العالم بالك كانت نعمة على الجزائر، ما تأهلناش كاس العالم بالك كانت نعمة، خاص كون روحنا بهذاك المستوى كنا باغي نتبهدلوا كاع ما كاش كاع، خاص كنا غادي نقعدوا عميين ومكاش لي يقولوا واش راك دير، مكاش لي يقولوا واش راك دير، كنا عميين ماشي كنا حنايا، الناس كانت عميه، كانت غادي تزيد تنعم كاع، مكاش واش راك تعذر انت يا مدرب ولا تعذر تاعك مهبول ولا. حنا خرجنا بنقطه ومن هدرنا قال لكم راكم تخسروا ويتحاسب كوب ديمون ولا كوك زعما كيما اللي وصلوا دومي فينال، لا كيما هكا مثلا يقول لك اللعاب هذاك ضحى، يعني ضحى شكون اللي ضحى؟ الناس قاعدة دراهم داو مشاريع داو الناس تقول ضحى، شكون اللي ضحى؟ اللي ضحى العربي بن مهيدي وسي مصطفى بن بوعيد وزابانا، هذا اللي ضحى. اسمعوا تشوفوا، سمعوا مصطفى، نسمعوا رفيق صيفي واش تكلم. تؤثر بالفعل إصابة آية نوري على منتخب الجزائر، خصوصا بأننا لم نتأكد من موضوع الإصابة، مدى إصابة آية نوري، لأنه يعتبر أحد أبرز الأسماء التي تلعب في المنتخب الجزائري. أكيد نتمنى الإصابة تكون خفيفة يعني. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. منذ يعني انضمامه للمنتخب الوطني أعطى إضافة للمنتخب الوطني خاصة في الرواق الأيسر. إن شاء الله نتمنى ما تكونش ما صار في ما صار وقت طويل، تكون إصابة خفيفة ويرجع مباشرة وعن قريب للميادين. أول شيء حتى خروجه يعني في الشوط الأول أثر بعض الشيء على الفريق من جانب الجهة اليسرى، يعني شفنا الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى لفيلان كانت أكثر هجومية. نتمنى ما تكونش لأنه ضمن الكاحل أو إصابة مثل الجهة اليسرى، يعني شفنا الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى لفيلان كانت أكثر هجومية. نتمنى ما تكونش لانه ضمن الكاحل او اصابه مثل هذه ممكن بعض الاحيان تكون اسبوع ممكن تكون اكثر، ولا واحد يعرف يعني لازم يعمل اشعه لكي يعرف يعني الوقت ويعرف يعني اهميه الاصابه كيف راح تكون خطيره او خفيفه على كل حال. بالنسبه للشوط الاول اظن ان السيطره كانت لفولهام خاصة في البداية القوية، الضغط العالي، وتكلمنا وتكلمت لك على الجانب التكتيكي خاصة على الأطراف كانوا مهمين اليوم بالنسبة لفيلهام أو وولفرهامبتون. الأهداف كانوا كل أو الأهداف أو الخطورة كانت دائما في العرضيات، كل ما تكون عرضية الجهة اليمنى من جيم ويليامز أو كارناي أو حتى كاستين أو روبنسون عندما يصعد ويعمل التفوق العددي، كل ما كانت على الأطراف كانت العرضيات كانت فيها خطورة أمام المرمى. كان ممكن فيلهام يسجل هدف ثاني وحتى هدف ثالث أيضا، ولكن الربع ساعة الأخير تحسن ويلفرهامبتون رجع في المباريات
وصنع فرص وسجل هدف التعادل على هجمة يعني مرتدة، يعني يعني تحسن فريق يمتلك تلبامين إيطاليا الجودة خاصة في التحول إيطاليا. هذه هي وين سألنا وين رفيق صايفي وين تكلم يعني على الأمر تاع رايان أيتري رايان أيت نوري وين تكلم على هذا الأمر، ونتمناو إن شاء الله إحنا فاني نتمناو له الشفاء والعام لعاب مليح لعاب مليح يخدم يخدم عنده نشاط، هذه عنده نشاط كبير عنده نشاط في الجهة تاعو. في واحد الوقت الناس كانوا يقولوا نتكلموا احنا هذا اللعاب جيبوا هذا اللعاب جيبوا هذا جيبوا هذا، وين شاهدنا وين الناس كان يقول لك لا مش هبا نديروا بهم، كانوا يقولوا لنا اش نديروا بهم. اليوم هم لاعبين قاعد يتباكاو عليه، قالت انا شاهدنا وين صورته كي يهضروا عليه. شو رايان شرقي هذا رايان ايت رايان ايت نوري كي يتكلم كي يتكلم، انا كي شفت واحد يتكلم عليه أو الله لا عارف بلي غادي شوف شوف فيديو راني درته قبل لا يتم ليسا بنهار قبل لا يتم ليسا، قلت لكم يا ودي راهم يهضروا بزاف على اللعاب غادي خايف، قلت لكم غادي يجيبوا له رقاد، والله لا جابوا له رقاد والله العظيم صورتو كي نسيب انا هذاك الحلوف هذاك كي صورتو كي نسيب ذاك الحلوف يعني وين ال خسروا خسرت ميلون يا يا ميلون نسيب ذاك الحلوف هذاك المسيلمة الكذاب كيفاش يتكلم على لعاب مع رب اللي راحت بلي راه جايبلو رقاد. يعني وسقط ظهير ايسر للخض رايان ايت نوري على كحلي بطريقة خاطئة خلال لعبه يعني لعب مشاركته على الجانب الخط مع اللعاب والعام قبل أن يخرج للعلاج لمدة 3 دقائق، وبعد نزوله بلحظات طلب اللعاب الخروج من الملعب نهائيا لعدم قدرته على إكمال المباراة، وكان ذلك في الدقيقة 19 من المواجهة التي خسرها فريقه ب3 أهداف لهدفين خارج الديار. ورغم أن الإدارة النادي فولهامبتون يعني وين الإنجليزي لم تصدر بعد بيان بخصوص إصابة التي يعاني منها أيت نوري ولا مدة غيابه عن الملاعب، إلا أن الجماهير الجزائرية أبدت مخاوفها من عدم قدرة اللعاب على الالتحاق بكأس أمم إفريقيا القادم. وفي سياق ذاته كشفت العديد من تقارير الصحيفة أمس أن إصابة نوري عبارة عن التواء أسفل للكحل الأيسر باتجاه داخل، وبالتالي من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و5 أسابيع، ما يعني أن العام 2023 قد انتهى بالنسبة له. ومن المعلوم أن أيت نوري أصبح قطعة أساسية في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري، حيث سيعول عليه المشرف عليه في قيادة اليسار دفاع الخض في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وسيبدأ تربص المنتخب من بداية 4 أبريل، وسيتم إرسال يعني قائمة نهائية المشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي تتسع ل 27 لاعب الى الاتحاد الافريقي في موعد اقصى 3 يعني يوم 3 جانفي، ما يعني وجود فتره كافيه للتعافي ان شاء الله ماذا بنا. وجاءت اصابه أيت نوري في وقت حساس جدا، لا سيما انه ان المدافع الجزائري الدفاع المنتخب الوطني يعاني كثيرا في الفتره الاخيره، سواء بسبب لعنة الإصابات أو نقص المنافسة، الأمر الذي أصبح يشكل صداع حقيقي بالنسبة لهذا المشرف الذي سيكون مطالب بإيجاد حلول قبل أزيد من شهر على انطلاق الكاد. كما تأتي في ظل مستويات الباهرة التي يقدمها اللعاب
كان متابع من طرف عدة أندية. بصح المكتوب ها مكتوب هذا وصوالح ربي بسبب كل واحد وعارف شكاية. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا.